معلش هتفوتك الاولمبيات اعتقد ان شاء الأولمبياد؟ الله، يعني اللي هي تصفيات امم افريقيا في المنتخب الاولمبي، لا طبعا. ليه؟ هتبقى انا موجود معاهم. هو يعني هو كابتن شوقي حتى اتكلم معاه يعني ان انا اول لما انضم بس مع يعني اخش 18 مع الفرقه اكون موجود، فعلا. لان انا عنصر يعني اساسي من المنتخب، يعني مش يعني مش كلاعب بس، يعني انا من القوام الاساسي للمنتخب. وبعدين انا موجود من ايام ما كابتن معتمد جمال كان ماسك المدير الفني، يعني بقالك فترة طويلة. من 5 سنين موجود مع المنتخب الشباب لما كنا منتخب شباب، بقى بعد كده تحولنا بقى منتخب اولمبي. منتخب اولمبي. انا موجود، ما موجود وما فيش معسكر ما بروحوش، والحمد لله نفسك يعني. تكمل، نفسك تلعب، طبعا نفسك طبعا تلعب البطولة التصفيات دي اكيد عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد للأولمبياد. اكيد طبعا اكيد. حلم حلم اي لاعب انه يبقى فيه في حدث زي ده، وبعدين ده عندنا في مصر حدث كبير، وزي ما حضرتك شفت البطولة بتاعتنا بتاع المنتخب الأول برضو كان حدث، يعني ما أعتقدش إنه حد يعني حصل زي كده قبل كده يعني في أي دولة تانية. ما شاء الله بالانبهار ده والشكل الجميل اللي حصل ده، يعني الأماميات كويسة والدنيا زي كويسة. الحديد. حديد. طبعا بتعمل حديد كتير جدا. جيم، يعني بتخش جيم كتير.